يعمل فريق البحرين الوطني بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الصحه والداخليه على وضع الاجراءات الكفيله بمواجهه فيروس كورونا، سيما عمليه تتبع اثر المخالطين للحد من انتشار الفيروس في المملكه واخذ الاجراءات القانونيه بحق المخالفين للقوانين المتبعه. يحظى الحفاظ على الصحه العامه للمواطن والمقيم باهتمام كبير في مملكه البحرين. ومنذ بداية ظهور فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، عمل فريق البحرين الوطني بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الصحة والداخلية على وضع الإجراءات الكفيلة بمواجهة الفيروس والتصدي له وتقليل نسب الإصابة والوفيات الناجمة عنه، وذلك وفق خطة متكاملة للعلاج والعزل وتوزيع اللقاحات على الجميع بدون استثناء، إضافة إلى تطبيق مجتمع واعي. اتباع احدث الانظمه المعلوماتيه والتكنولوجيه في رصد ومتابعه الحالات من خلال عمليه التتبع الالكتروني للحالات المصابه والمخالطين والتي تشكل مصدر امان واطمئنان للمجتمع ولا تشكل اي تعد على الحريه الشخصيه للافراد، ولذا حرص المشرع البحريني على وضع العديد من التشريعات والمواد القانونيه والقرارات الوزاريه والاجراءات والتدابير الاحترازيه التي تهدف الى حمايه امن المجتمع وسلامته ووقايته، وبخاصه في الظروف الاستثنائيه اثناء فترات الاوبئه وانتشار الامراض الساريه، ومن بينها فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. في اطار تحديث البروتوكولات المتعلقه بالحالات القائمه ومنها الغاء سوار التتبع والاكتفاء بتطبيق الحجر المنزلي عبر تفعيل خاصيه الحجر المنزلي من خلال تطبيق مجتمع واعي وتنفيذا لهذه التوصيات فان اداره العمليات برئاسه الامن العام متمثله في مركز عمليات وزاره الداخليه 999 تواصل جهودها الحثيثه في متابعه الحالات القائمه عبر تطبيق مجتمع واعي. فمنذ البدء وتفعيل خاصيه الحجر المنزلي يتم ارسال اشعارات الى الحالات القائمه وذلك للتاكد من مدى التزامهم بمواقع الحجر وفي حال مخالفتهم لذلك يتم التواصل معهم عبر الهاتف للتاكد من سبب مخالفتهم وفي حال ثبوت مخالفتهم يتم عمل تقارير وذلك يتسنى الى رفع الجهات الرسميه لاتخاذ ما يلزم حيالهم من اجراءات قانونيه. وفي حال مخالفه احكام هذه القرارات والتشريعات ستعتبر جريمه معاقبا عليها القانون وفقا لنصوصه. وبالتالي فإن عدم التزام أي شخص بإجراءات العزل المتخذة بشأنه بما في ذلك مغادرته المكان المحدد لعزله سواء كان إحدى المؤسسات الصحية أو منزله سيترتب عليه مساءلته جنائيا هو ومن يتستر عليه من الأهل والأصدقاء والمعارف في مملكة البحرين كان لتكامل المنظومة التشريعية دور البارز في مواجهة تحديات جائحة كورونا وفي هذا الظرف لا بد أن نسلط الضوء على الجرائم الماسة بالصحة العامة فلو اصيب شخص بفيروس كورونا او اشتبه باصابته او خالط حاله قائمه يتوجب عليه ابلاغ الجهات المعنيه بذلك وان يتبع الاجراءات المطلوبه منه لكي لا يعرض نفسه للمسألة القانونيه والجدير بالذكر ان القانون كذلك حدد اشخاص اخرين يتوجب عليهم الابلاغ وهم اقارب المريض الذي الشخص اللي يقطن معه في نفس السكن وصاحب او مسؤول المؤسسه التعليميه صاحب العمل او مسؤول العمل وغيرهم من الاشخاص اللي حددهم القانون وعقوبه عدم الابلاغ هي الحبس الذي لا يقل عن ثلاث شهور وقد يصل الى ثلاث سنوات والغرامه التي قد تصل الى 5000 دينار وفي حاله اخرى لو قرر الطبيب المختص عزل الشخص او حجره لابد بد ان يلتزم بذلك واذا لم يمتثل الى امر الطبيب واعاق اجراءات العزل فان ذلك يعتبر جريمه يعاقب عليها القانون يعاقب عليها بالحبس والغرامة التي قد تصل الى 1000 دينار وقد يرتكب فعل اخطر من ذلك بان يلتزم في الحجر او العزل في البدايه ولكن يخالف هذا الحجر ويخرج ويخالط الاخرين ويعرضهم للاصابه ويعرضهم للخطر فان مجرد تعريض تعريض الاخرين للخطر تعتبر جريمه يعاقب عليها القانون ولم يشترط القانون ان ينقل الاصابه لكي يعاقب عليه وانما يعاقب حتى مجرد تعريضهم للخطر ولا ريب من استحقاق المخالفين للعقوبه كون مصلحه الوطن وحماية صحة المواطنين والمقيمين مصلحه تعلو كل مصلحه، واسال الله ان يحفظ البحرين وان تعود الحياه الى طبيعتها وافضل باذن الله. ان امن المجتمع يبدا من التزام الافراد بالاجراءات والقرارات التي تتخذها اللجنه التنسيقيه وفريق البحرين الوطني والتي تخضع بصفه مستمره للتطوير والتغيير بحسب الاوضاع الميدانيه والتعاون مع وزاره الداخليه في التقيد بجميع القوانين التي تصب في نهايه المطاف بحمايه المواطن والمقيم. ويبقى التاكيد على ان نجاح الجهود الحكوميه المبذوله في مواجهه فيروس كورونا المستجد يتطلب من الجميع ان يكون على قدر المسؤوليه الوطنيه من خلال احترام احكام القانون والقرارات الصادره عن الفريق الوطني واللجنه التنسيقيه ووزاره الصحه ووزاره الداخليه وغيرها من الجهات واتباع التدابير الوقائيه والاجراءات الاحترازيه وعدم اخفاء الاصابه او الامتناع عن الافصاح عن بيانات المخالطين